اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه انا بالنسبه لي يوم السبت مباراه مهمه ومباراه صعبه، هنلاعب سان داونز في ذهاب دور الثمانيه، ربنا يكرمنا ان شاء الله، وتبقى المباراه اللي بعد كده مباراه ان شاء الله ربنا يسهل يعني. لكن انا بالنسبه لي اهم من يتواجد في هذه المباراه هو جمهور النادي الاهلي. شركة تذكرتي أعلنت عن أن هناك 30 ألف تذكرة سوف يتم حجزها من خلال شركة تذكرتي. فأقل من 48 ساعة أو في 24 ساعة كل التذاكر 30 ألف اتباعت. طيب ده معنى إيه؟ الحقيقة أنا ممكن أقعد أفخم وأكبر وأعمل وبتاع، لأنه ده الطبيعي، ده جمهور النادي الأهلي يا جماعة، هو ده جمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي مهما كانت الأمور ومهما كانت الظروف ومهما كان هناك حجم من المسؤوليات اللي ملقاة عليهم بتلاقيهم موجودين. فأنا مش عايز أكبر الموضوع قوي، لا، لأنه حضراتكم دايما دايما بتضربوا المثل لأي جمهور، مش في مصر ولا في أفريقيا، في من وجهة نظري في العالم كله. فعشان كده أتمنى أن تكون يوم أو أن يكون يوم السبت القادم بداية جديدة لجمهور النادي الأهلي داخل استاد القاهرة. حضرتك كمشجع للنادي الأهلي عايز إيه؟ أنا لو أنا هتكلم عن نفسي، لو مشجع للنادي الأهلي أنا يهمني إن أنا أكون متواجد عفوا يهمني إن أنا أكون متواجد في استاد القاهرة دايما وبشجع فريقي بكل الوسائل المتاحة ليا في القانون تخليني أقدر أشجع فريقي. أنا كده أنا عايز كده. وكل مشجع أهلاوي سألته خلال الأربع خمس أيام اللي فاتوا حضرتك عايز إيه؟ قال لي كده. أو اتفقنا في النهاية على كده. إن جمهور النادي الأهلي ده يعني اللاعبين بدون جمهور ولا حاجة. ولا حاجة، بيفقدوا 50% أو يمكن أكتر من مستواهم الفني جوه الملعب. وبالتالي حضرتك ليك دور مهم جدا 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 يوم السبت القادم كالعادة يعني. كالعادة. فالحقيقة بالنسبة لي شيء مهم إن أنا أشوف جمهور النادي الأهلي متواجد. وأتمنى أن يكون يوم السبت القادم هو بداية جديدة. مش بداية جديدة لحاجة، ولكن عايزين نعمل حاجة جديدة. نتفق مع حضراتكم؟ طيب هنتكلم في هذا الأمر.